أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. ودائما مشوارنا ما زال متواصل مع الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي. في حلقات سابقة كنا نتحدث عن بدايات العدوان، ما قبل العدوان والاحتلال للعراق عام 2003، ودخلنا في أعوام الاحتلال عام 2003 و4 و5، وكنا نتحدث عن مفاصل كثيرة. كان الأستاذ وليد يتكلم يحدثنا عن شواهد ورؤيته الخاصة لأحداث كبيرة حصلت في العراق، من جزء من هذه الكارثة الكبيرة التي تسمى احتلال، اللي وقعت على العراق من عام 2003 وما زالت مستمرة. في هذه الحلقة نستكمل مشوارنا. دعوني أرحب أولا بضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أهلا مرحبا بك أستاذ وليد. أهلا مرحبا أستاذ وليد. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن القوى المناهضة للاحتلال، لكني يعني كنت أتمنى أن نستمر في هذا، لكن دعنا أولا نعود إلى بدايات المقاومة، الحدث الكبير. يعني لا نريد أن نترك هذا الحدث وسنستكمله، سيبقى حدث المقاومة والحديث عن المقاومة معنا طوال الحلقات القادمة بالتأكيد، لأنه هي الرقم الأصعب على الساحة العراقية، كانت ولا زال حتى في بعد غيابها الفعلي على الأرض ما زالت رقما صعبا في تاريخ العراق الوطني الإنساني الأخلاقي. الحقيقة هذا الرقم الكبير بما قدمته من إنجازات كبيرة. بدايات المقاومة، أنت تفصل في كتبك، في كتابك، يعني قرأت كتابك البركان قصة انطلاق المقاومة العراقية، أنت تفصل بين تاريخين الحقيقة، يعني تفصل بالتحديد، أنت دقيق في تحديد حتى الساعة، تقول الساعة 12 ليلة من يوم من ليلة 9/10 بدأت المقاومة. الحديث ما بعدها على كل العمليات هي مقاومة، وما قبلها يعني قبل الساعة 12 من ليلة 9/10 نيسان 2003 كانت كلها يعني المواجهات العسكرية التي كانت جزء من المعركة بين الجيش العراقي وقواه وضد الاحتلال. كيف تحدثني عن هذا الفصل؟ لماذا هذا الفصل؟ أنت فصلت بين هذا وذاك، وبدايات انطلاقات المقاومة، يعني هل بدأت عشوائيا؟ هل هناك كانت تنظيمات قد بدأت؟ وقرأت يعني عذرا للإطالة، قرأت ما تحدده فعلا في كتابك هذا، كل المقاومات في الدنيا تبدأ بالسياسة ثم تذهب إلى العمل العسكري، نحن قلبنا هذا المثلث، يعني القاعدة لي هي الأعلى، ربما لم نصل إلى العمل السياسي مثلما باقي المقاومات في العالم، لكن بدأت بالعمل العسكري. كيف تحدثني عن هذه القيمة الكبيرة وهذا الرقم الصعب في حياة العراق وفي تاريخه وفي حياة العراقيين؟ نعم، الحقيقة هو السؤال في ظرف العراق، في الزلزال الخطير الكبير الذي أصاب العراقيين جميعا، وفي غياب قطبية ثانية كما قلت، فقط أمريكا تحكم العالم، وفي ظروف كثيرة سنذكرها، واستنادا إلى دراسة تجارب المقاومة التي حصلت في العالم على الأقل في القرن العشرين. نعم. السؤال، هل كان هناك تصور أنه ممكن تنطلق مقاومة في العراق؟ طبعا في ضوء الدراسة العلمية، يعني البحث المجرد، الجواب أنه لا تنطلق مقاومة في العراق لأسباب كثيرة موضوعية. منها يعني غياب دعم، يعني المقاومة الفلسطينية قدم دعم إلها من الشرق ومن الدول العربية، معروف هذا. إذن غياب دعم. المظلة التي دعم. تدعم إقليميا وعالميا. المقاومة الفرنسية دعمت من بريطانيا وأمريكا في الحرب العالمية الثانية، المقاومة الجزائرية دعمت من عبد الناصر والدول العربية كلها، المقاومة الفيتنامية دعمت من الاتحاد السوفيتي، لأنه هناك أكثر من اتجاه، أكثر من يعني قطب في العالم. في التجربة العراقية نحن زلزال حصل في المجتمع، انهيار سريع،
ليس هناك من يسأل على شخص حتى يقف في وجه أمريكا، بل ليس هناك من يسمح في كل دول لا عربية ولا إسلامية أن يقول شخص أنا أقف ضد أمريكا. فهذا يعني دفعني إلى أنه أبحث بمسألة تاريخية، متى بدأت المقاومة في التجارب التي حصلت، ومتى بدأت المقاومة في العراق، لأن هذا تاريخ. العراق الذي قبل 5000 سنة بدأت فيه أولى قضية الكتابة وهي المنار الأول للحضارة، يثبت أنه هو ظهرت فيه أسرع مقاومة في التاريخ. نعم. حضرتك اللي تسأل عليه تحديد مفصل مهم هذا جدا. لماذا مهم؟ أنا أقول العراق مر بتجارب وحروب كثيرة، الحرب الأخيرة، الذي يحمل السلاح إلى حد يوم 9/4 اللي هو ما زالت بمظاهر سيادة الدولة، مظاهر سيادة الدولة، صدر الصحف في ذلك اليوم، كانت الإذاعة ما زالت تعمل. واحد من مظاهر السيادة اللي كانت سائدة يعني معروف في وسائل الإعلام ظهور وزير الإعلام العراقي السابق الأستاذ محمد سعيد الصحاف في وسائل الإعلام بشكل يومي، ظهر أيضا في الساعة 9:30 تقريبا في فندق المرديان، وظهر في الفضائيات. ولكن بدأت الأمور تتسارع، أسقاط تمثال الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله عصر يوم 9/4 وغياب مظاهر السلطة تماما حتى نهاية اليوم. أنا أحدد هذا اليوم 9/4 وليس أول يوم الاحتلال، حتى ذلك التأريخ كل يحمل السلاح ضد القوات الأمريكية هذا يحمل ضمن شيء اسمه الدفاع الواجب. إذا كان في الجيش واجب أن يحمل السلاح، ما زال تكلم عن واجب رسمي للدولة، واجب رسمي. لأن هناك في الدولة في العراق وأيضا في كل دول هناك مبدأ العقاب والثواب، الذي يتخلى عن سلاحه يعاقب، واللي يدافع يكرم، وحصل في تجارب العراق في الحروب قبل ذلك. ولكن عندما تم إسقاط تمثال الرئيس يوم 9/4 عندما تنتهي مظاهر الدولة، هنا بعد أن انتهت كل المظاهر بدأ يوم جديد هو 10/4 من يحمل السلاح لا ينتظر ثواب ولا يخشى من عقاب، إذن هذا مقاوم، هذا حمل سلاح ضد قوات غازية محتلة يراها مجرمة فحمل السلاح ضد. هذا توصيف قانوني واجتماعي دقيق، يعني لا يقبل غير تأويل. الإعلام الأمريكي من بدأت عمليات المقاومة بدأ يستخدم ومن يتعاون معه، هناك جيوب، جيوب قتالية أو جيوب لمسلحين، وحقيقة هذا الوصف مو صحيح. الجيوب تم استخدامها في الحروب يعني في العالم سابقا. من هي الجيوب؟ الجيوب مجموعة مقاومة طائرات على سفح جبل أو على تلة، وهذه لا يعني ليس لديها أي اتصال مع القيادات مالتها، وفي وقت كان حتى راديو يعني ما يوصل بث، فذول كل ما يشوفون طيارة معادية يضربوها وما يعرفون إنه الحرب انتهت. أو مجاميع قتالية منقطعة. في قصة العراق لا يمكن تسميتها جيوب، هذه مقاومة. ليش؟ لأنه في العراق خبر إسقاط تمثال رئيس صدام حسين ولا عراقي ما سمعه. معروف قناة العالم وصلت الخبر لكل العراقيين من خلال البث الأرضي اللي تحدثنا عنه، صح كهرباء قطعت ولكن مولدات الناس عدها. نعم. هذا يقودنا إلى أنه ما هي أسرع مقاومة في العالم حقيقية حصلت هي في العراق. يعني بعد 24 ساعة من دخول الدبابات الأمريكية وفي أول
يوم من الاحتلال قتل 2 جنود أمريكان في بغداد. أول واحد اسمه تيري هيمنغواي. دعني أسأل أستاذ وليد يعني التوضيح فقط، إذا كان سين من الناس يوم 9/4 يستخدم سلاحه لقتل الأمريكان، لقتل المحتلين أو لمواجهتهم، ونفس الشخص سين يوم 10 يواجه نفس بسلاحه نفس القوى، هنا تسميه يعني ضمن الدولة وهو واجب الدفاع، وهنا تسميه مقاومة؟ نعم. يعني أنا توصيفي يعني أعتقد توصيف قانوني مو سياسي. نعم. هو قد يكون يوم 9/4 مو بالحكومة مو بالدولة وضربوا الأمريكان، ولكن المظلة الموجودة مظلة حكومية. أنا أفسر ربما كان يفكر يحصل على مثل تكريم، فهذا يسمى هو صح وطني، ولكن توصيف دفاع، دفاع مشروع. ولكن أنت لا يمكن أن تقول هذا جندي قاتل الأمريكان هو مقاوم، هذا دافع، صح ولا لا؟ بعد أن انتهت منظومة الدولة تماما من يحمل السلاح هذا مقاوم أصبح. فيعني نعود إلى التجربة العراقية، نشوف مثلا تجربة المقاومة الفلسطينية متى تم احتلال فلسطين وتقسيمها 1948 15 مايس 1948، تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في مايس 1964. نعم. يعني احنا زاء تقريبا 16 سنة بدت هاي الفترة كانوا ينظمون عمل سياسي حتى انطلقت المقاومة. المقاومة الجزائرية ضمن يعني ما تمتلكه من قوة الجزائر الفرنسية عفوا، ما تمتلكه من قوة عسكرية ودولة عملاقة فرنسا، ولكن تأخرت 15 شهر يلا قتلوا أول واحد ألماني المقاومة الفرنسية. 15 شهر تماما يعني إلى شهر أيلول سبتمبر عام 1941. المقاومة الجزائرية احتلت الجزائر 1830 من قبل الفرنسيين. مثلا طلقت المقاومة الجزائرية 1/11/1954. المقاومة الفيتنامية أيضا أخذت سنوات، ونحن نتحدث عن دول مدعومة، مقاومات مدعومة. أستاذ وليد يعني دعنا نوقف عند النموذج العراقي، يعني في 17/3/1917 دخلت القوات البريطانية إلى بغداد، بعدها احتلت عام 1918 وقفت على حدود الموصل وبدأت مشكلة الموصل. لكن يهمني يوم 17/3/1917 دخلت القوات البريطانية بقيادة الجنرال مودي إلى بغداد وأعلن أنه جئنا محررين وكذا. انطلقت الثورة 20/30/1920. يعني تعتبر وفقا لهذا القياس، وفقا لهذا المنظور، تعتبر أن العراقيين لم تبدأ مقاومتهم إلا بعد 3 سنوات في ذلك الوقت للاحتلال البريطاني في ثورة 20 هكذا؟ يعني أنا مو مختص بثورة 20، ولكن لك حدث يعني حدث إذا لم يعني تطلق أي إطلاق طيلة هاي السنوات المقاومة تأخرت. لا هي أطلقت أكيد يعني الضاري الكبير قتل ليتشمان وغيره كانت موجودة هاي الأحداث. أقصد من آذار 17/1917 نعم. لغاية 30 حزيران. حزيران 1920. نعم. نحن أزاء 3.5 سنين تقريبا. نعم. إذا أطلقت وقتل من المحتلين لا بدأت المقاومة توثق لهذا البداية. أما بالتجربة الاحتلال الأمريكي فهذا التوثيق مو من عندي، يعني أنا فقط درست وبحثت. نعم. وهذه البيانات الأمريكية، البيانات الأمريكية تقول يوم 10/4 قتل 2 أمريكان في بغداد. أول واحد اسمه تيري هيمنغواي عمره 39 سنة، وهذا أهله تحدثوا بعدين إلى وكالة أسوشيت بريس، قالوا هذا كان مسافر على طائرة لوكربي عام 1987 وتأخر ساعة وراحت عليه الطيارة. يعني كان يفترض من ذاك الوقت يقتل بالطيارة.
المهم نعود إلى الظروف التي ظهرت فيها المقاومة. نعم. أنا قلت بأن الجواب أن لا تظهر المقاومة في العراق، يفترض حسب المعطيات. لماذا؟ هناك أوامل داعمة للمقاومة. يعني أنا حتى أجي أسوي مقاومة لازم شنو اللي أحتاجه؟ أحتاج سلاح، أحتاج إعلام، أحتاج مال ورجال. ونقطة مهمة جدا أن أدرس التضاريس الأرضية تخدمني أو لا. نعم. أنا أشتغل حرب عصابات. نعم. إذا تجي على الدعم الدولي متفقين أنه صفر، سلبي تماما، لا يوجد لا دولي ولا عربي ولا غيره، فهذا أهم عامل راح عندك. الدعم الإعلامي مو صفر، وإنما أنت كل المؤسسات ضدك تشتغل. نعم. وهذا ما حصل. مهمة هاي المؤسسات الإعلامية، فضائيات عربية وعراقية وصحف، كلها للتشويه سمعة المقاومة، وما زالت كما حضرتك. الإعلام قلنا، المال، هاي كلها صفر. التضاريس، الأرض اللي بيها الاحتلال وقع، أرض منبسطة. نعم. وهذا تعال أنت تفكر، من تضرب قوات أمريكية وفي القرن 21 بالتقنيات الجوية، أنه كيف ينسحب المقاتلين من الهجوم. فكل هاي العوامل بنتجي تدرسها نظريا تقول أنا ما أروح أسوي، ما أسوي مقاومة. شنو عوامل القوة عندك؟ عندك رجال صح محبطين بس خلاص ثائرين ضد الاحتلال، وتوفر عند المقاومة السلاح. يعني مخازن الجيش السابق الشباب مبكر بدأوا يأخذون يخزنون. ولهذا على ذكر خطاب بوش، أنا قلت أكثر من مرة أنه بينما أعلن بعد 3 أسابيع بوش في 1/5/2003 خطاب الانتصار، كان الشباب يخزنون أسلحة. طيب أستاذ وليد، عذرا المقاطعة، هل أنت تفاجأت عندما انطلقت المقاومة؟ إذا كانت كل هذه المعطيات يعني بالتفكير المنطقي والعلمي والدقيق عندما تسلسلها بهذه الطريقة اللي سلسلتها، هل شكل عندك مفاجأة انطلاق المقاومة؟ جدا مفاجأة. نعم. لم كنت تتوقعها؟ لأنه ربما لأنه يعني عندي معلومات عن الظروف اللي تظهر فيها المقاومة، فأنا حقيقة تفاجأت، وتفاجأت وكثير كنت فرحان، وأتابع يعني أتسقط أخبارا بالمناطق، لأنه ليس هناك أي تغطية لأخبار المقاومة إلا من أشخاص. ليس هناك اتصالات كما تعرف حضرتك. وهنا المفارقة أنه من رجعت أدرس يعني باليوم الأحداث المقاومة استنادا إلى البيانات الأمريكية، يعني الصادرة من البنتاغون الجيش الأمريكي المنطقة الوسطى، والمنشورة في المواقع الأمريكية، يعني مواقع البنتاغون. نعم. صحيفة US Today عملت بعد فترة صف موقع خاص بالقتل الأمريكيين في العراق وأفغانستان. مهندس كمبيوتر أمريكي اسمه مايكل نايت عمل نفس الشيء موقع، يأخذون من البيانات الأمريكية يذكرون به اسم القتيل ومكان القتل به ورتبته وكذا وكذا. فأنا كلها رجعت اكتشفت أنه كانت مقاومة يعني في ذاك الظرف هائلة بالعراق. يعني مثلا شهر نيسان 2003 من 10 نيسان إلى 30 نيسان قتل 22 أمريكي حسب البيانات الأمريكية هذه. وبعد ذلك بدأت تتصاعد حتى اعترف جنرال أمريكي في تموز 2003 قال وصل عدد الهجمات على قواتنا 25 هجوم في اليوم. 25 هجوم. أنا قلت في وقتها، أذكر في قناة العالم الإيرانية اتصلوا بي عن موضوع ما أعرف، بس أنا قلت تصريح من جنرال أمريكي اليوم، وهذا الجنرال يقول عدد الهجمات على قواتنا يوميا في العراق من قبل المسلحين 25 هجوم. وقلت هذا البيان الأول للمقاومة العراقية ولكن على لسان جنرال أمريكي. نعم. موضوع التضاريس دكتور، يعني لو أخذنا في الجزائر كانوا يستخدمون سلاسل جبال في عمليات الهجوم والاختباء المقاومة الجزائرية.
في فلسطين هناك سلاسل جبال أيضا استخدموها المقاومة. في فيتنام كان مدعوم المقاومة الفيتنامية الشمالية بقوة، ولكن هناك سهل اسمه ميت كونغ، هذا لأن هذا السهل ما به أحراش وغابات، ضربت فيه المقاومة الفيتنامية مرة واحدة سنتين، لم تكون هناك عملية واحدة في هذا المكان، فكيف بالعراق في أرض منبسطة؟ فتشوف العوامل كلها، عوامل. إذا مقولة الأرض تقاتل مع أهلها يعني هذه مو صحيحة؟ يعني الحمد لله يعني واحد أنه يفرح. فعندما تحدث أني أنه أفصل بين يومين 9/4 وفصل علمي و10/4، أنا لكي أقول للعالم ولمن يقرأ أن المقاومة العراقية أسرع مقاومة ظهرت، وهذا بالأدلة والوثائق. الأمريكان ما كانوا يريد يقتنعون أنه هذه مقاومة. مرة يسموها فلول للنظام، مرة جيوب، مرة شيء آخر، ولكن الواقع مقاوم. والدليل أنه الأشهر اللاحقة بدأت تتصاعد بشكل كبير جدا المقاومة، وفي مناطق كثيرة في العراق، يعني من البصرة إلى العمارة قتلوا جنود أمريكان في النجف وفي كربلاء والكوت وحلة وبغداد، تعرف أنبار وصلاح الدين وموصل كركوك ديار كل مناطق العراق. وهذه كلها أنا جمعتها وثقتها، اسم القتيل الأمريكي ورتبته وين قتل وإذا طائرة سقطت، وكل هذه المصادر هي أمريكية. طبعا يعني هناك مصادر عراقية ولكن الأمريكان لم يذكروها. نعم. وقاع كثيرة يعني لدي عندي كثير من الأحداث، ولكن يعني لا أستطيع أن أعتمدها في البحث لأنه لم يصدر بيان من فصائل مقاومة بها ولم تؤكدها القوات الأمريكية. فالدقة والصدق في البحث العلمي اضطريت أتجنبه. أستاذ وليد، سنكمل هذا الحديث، يعني دعني أتوقف عند فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحديث الذي يعني سيأخذ من 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 حديثنا هذا حلقات كثيرة. هذا حديث شيق ومهم وجزء من حق هؤلاء الذين قاوموا علينا في إبراز صورتهم وتحديد ما قاموا به. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونحن نستكمل هذه الحلقة من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أستاذ وليد، كنا نتحدث عن يعني بدأنا نتحدث عن المقاومة في هذه الحلقة، بداية المقاومة، يعني أسرع مقاومة مثل ما وصفت حضرتك، أسرع مقاومة في التاريخ. وإذا نسأل عن البيئة، يعني قبل البيئة، أنت حدثتني عن التضاريس، كأنك تقول أن التضاريس وقف ضد المقاومة، يعني كانت عامل يعني ضد المقاومة ليس لصالحها، لكن تضاريس ممكن أن تكون يعني على الطرفين، يعني الطرف المقاوم والطرف المقاوم. تضاريس هي نفسها، يعني القوات الأمريكية عندما يعني تسير في الشوارع هم شوارع منبسطة ويمكن استهدافها بسهولة، ونفس الوقت المقاومين، يعني ربما هذا عامل يعني مهم في أن يكون ضد المقاومة، أم أنه المقاومين استطاعوا أن يعني يجعلوا من التضاريس لخدمتهم ولفائدتهم، أم ماذا؟ والأمر الآخر، البيئة الحاضنة للمقاومة، هل اختلفت في العراق من مكان إلى مكان، بحيث هنا مقاومة شديدة وهنا مقاومة أقل، هنا مقاومة معدومة؟ هل شاهدت هذا وأنت يعني تتابع كباحث وكرجل مستقل، تتابع رؤية المقاومة هذه، تبحث عنها، أين حدثت، كيف حدثت؟ نعم، هناك عامل يعني تثقفنا عليه، أو أمر تثقفنا عليه، يعني كنا نقرأ مثلا الأقمار الصناعية الأمريكية في الستينات، كانت تقرأ صحيفة البرافدا في موسكو المرمية في الشارع، يعني بمعنى في الستينات هذا الكلام. بعد ذلك المعلومات تقول بأنه يعرفوا ماذا تحت الأرض، هذا يعني احنا فقط نسمع ونقرأ بحوث ودراسات بهذا الاتجاه. ف
فعندما تكون القوات الأمريكية في أرض منبسطة وهناك طائرات مسيرة وأقمار صناعية في حرب العصابات، هناك مبدأ أن تؤمن الانسحاب قبل الهجوم. نعم. فإذا لم تكن هناك أحراش وغابات وكهوف، كيف تؤمن الانسحاب؟ في عام 2004 رحنا سفرة إلى شمال العراق، فالمرة الأولى أنا زور شفت الجبال، فمع نفسي تمنيت، قلت لول هنا المقاومة صايرة، فهل الشجاعة اللي أبدوها الشباب لو كل واحد يجلس لورا صخرة يبيد رث الأمريكي كامل. نعم. ولكن الأرض المنبسطة هي عقبة، ولكن عقبة خطيرة. هل حالة دون إقدام الشباب على تنفيذ هجمات القوات؟ طبعا لا، كانوا يستخدمون كثير من الوسائل في البداية حسب ما تعلن القوات الأمريكية وما شاء، أنه يستخدمون العبوات تفجر من خلال سلك، ولأن هذا السلك ممكن يشوف الأرتال الأمريكية ويكون الشخص قريب. فعقول المقاومين أبدعت في هذا الأمر وطورت الموضوع إلى التفجير عن بعد. نعم. وهذا حقيقة منجز كبير للمقاومين في العراق، عندما يحرمون من الدعم كل شيء بما فيه التقني وهم يطورون هذا الموضوع، فهذا منجز كبير. بالمقابل مرعب بالنسبة للعدو الأمريكان. يعني فقط أذكر ما يتعلق بالإعلام اللي هو يشجع أو يعني يقلل من حماس المقاومين. نعم. كان كثير يسألوني فضائيات وإذاعات في عام نهاية عام 2003 بداية 2004 أنه الإعلام ضد بمجمله ضد المسلحين أو يسموهم الإرهابيين أو المتمردين. نعم. فكيف يعني تنظر إلى هذا الأمر؟ طبعاً أنا كنت أجيب بطريقة يعني قاصد ذلك، هي بها واقعية، قول لهم أغلب المقاومين في مناطق زراعية. نعم. وهاي المناطق الزراعية بالأغلب ما بها كهرباء، فهم أصلاً لا يسمعون إعلام ولا يشاهدون. وكان طبعاً صحيحة، ولكن لا، هم يشاهدون، بس كانت هناك حملة إعلامية مكثفة لتشويه المقاومة على الأقل حتى تصلهم الرسالة. فبالتجربة الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما ذهب ديغول إلى بريطانيا، لجأ وهو قائد المقاومة الفرنسية. نعم. في ذلك الوقت كانت إذاعة البي بي سي هي الإعلام في العالم، فرئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل أمر البي بي سي بالفرنسي تكون في خدمة ديغول، يعني في خدمة المقاومة الجزائرية الفرنسية ضد الألمان. في العراق نحن نفتقر إلى هذا الجانب تماما، ليس هناك إعلام، بالعكس تشويه. ولكن إذا كان عدد المقاومين واحد بالألف لنفترض، وهي نسبة فعلا قليلة الذين انخرطوا بالمقاومة، لكن كبيرة بفعلها بمبدئيتها. هنا عندما ندرس البيئة، أكثر من 90% هي مؤيدة وحاضنة لهم. بالمحصلة لعموم العراق أنت تتحدث؟ لا، هنا خلي يعني راح نفصل هذا. نعم. هنا إذن الذي حصل هو احتلال، واحتلال مرفوض من قبل الشعب. وحتى إذا ظهر واحد بالألف ضد القوات الغازية هو مرفوض، ولكن عندما تكون البيئة في المناطق اللي ظهرت بها المقاومة بهالحجم هذا، والكل يعرف من يصير معارك كيف أطباء يعالجون المقاومين، وصيادلة يجيبون لهم أدوية، ونساء بسيطات يودوا لهم أكل، فهذه البيئة فعلا بيئة حاضنة للمقاومة، وإن حصلت في سنوات لاحقة بعض الأمور اختلافات، ولكن بشكل أساس يعني الحاضنة الاجتماعية للمقاومة كبيرة.
أنا سألتك عن هذا أستاذ وليد لأنه يعني أنت حضرتك أتيت على ذكر مقاومات ومن ضمنها جزائرية. كان المقاوم الجزائري عندما يعني يتعرض للجنود الفرنسيين، القوات الفرنسية، كان يضرب الطلقة ويدخل أحد البيوت ويخرج في بيت بعد 5-6 كيلومترات بعيدا عنها. البيوت كانت مفتوحة أبوابها وشبابيكها لكي يمر وتأمن له الطريق للخروج إلى مكان بعيد. أنا أقصد هذه البيئة اللي توفر له إذا انجرح، توفر له مكان يختبئ به وتعالجه، وتوفر له سلاح، وتوفر له طريقة مواصلات، توفر له اختفاء ووصول إلى العودة، تأمن طريق عودته أو اختفاء أو هروبه. هذه الحاضنة، هل كانت هذه الحاضنة متوفرة بهذا الشكل بهذا القياس في كل مناطق العراق؟ كيف تنظر لها؟ خل نذكر قضية مهمة جدا. عندما بدأ الاحتلال البريطاني الأمريكي في الأيام الأولى، بدأوا يمارسون البريطانيين في البصرة ممارسات بشعة، يهينون الناس وحتى قتلوا ناس، والأمريكان استمروا. حقيقة المقاومة مبدأ ولكن أيضا رد فعل، يعني كثير من الناس رد فعل أنه مرات ينظر إلى خلص هذا أجنبي، ولكن إذا تصرف تصرف سيء رأسا يحضر أمام أنه هذا مجرم بشع يعني. فرد الفعل الديني العشائري الوطني المبدئي يدفع يمكن يروح يحمل سلاح ضده. تعرف حضرتك بالبداية ما كانت مجاميع منظمة، كثير منها طلعت فردية. فالبريطانيين بفترة قصيرة في الجنوب قللوا ممارساتهم السيئة لحق الناس. يعني يبدو من التجربة العشرينات، ثورة العشرين، وإلا بالأشهر الأولى أو حتى السنة الأولى كانت عمليات قتل ضد البريطانيين. في يوم واحد قتلوا 5، قتلوا بالعمارة أعتقد 7 أو 8، يعني ذاكرهم في الكتاب، وفي الكوت والنجف وغيرها وكربلاء. القوات الأمريكية أين تمركزت؟ تمركزت من شمال بابل إلى بقية المناطق كلها. هذه القوات كانت يوميا مداهمات وممارسات وتعذيب واعتقالات، فازدادت المقاومة ضدهم، وهو الاعتقال شخص أنه إهانة لأهله، فذول الأهل اللي ما يقاوموا الأقارب كانوا هم حاضنة للمقاومين في تلك المناطق. ويعني على سبيل المثال من صارت معركة الفلوجة الأولى الكثير من العوائل اللي ما طلعت كانت حاضنة للمقاومين باقي معاهم، وحتى عوائل المقاومة اللي طلعوا من الفلوجة احتضنوهم بالشعلة العراقيين وفي كل مكان. وحضرتك تعرف إذن مبدأ المقاومة عند الناس ليس في العراق، في كل مكان، هو يعني مبدأ ذو قيمة عالية جدا. ولهذا بعض السياسيين في وقت متأخر يعني من السنوات الأخيرة يحاولون أن يلصقوا أنفسهم قريب من المقاومة عندما يسمون الاحتلال الأمريكي، على اعتبار أنه الاحتلال يجب مقاومته، هم الذين كانوا يخدمون الاحتلال. طيلة سنوات وجود الاحتلال، مسؤولين، رئيس وزراء، وزير دفاع، ما أعرف إيش من هالتسميات هذه، الآن يسمون الاحتلال الأمريكي، أي بمعنى وهي محاولة مشوهة للاقتراب للمقاومة الحقيقي. وكل شيء واضح ومعروف، يعني بالنسبة الأمريكان يعرفون من كان يقتلهم أكثر من غيرهم وبالدقة وبالمعلومات. فموضوع البيئة والحاضنة طبعا يتأرجح، يعني ليس هناك في أي تجربة بيئة حاضنة 100% للمقاومة، على الأقل نسبة الغالبية أو النسبة الكبيرة منها حاضنة. يعني عندما نقارن بين مدن معينة هنا وهناك ستجد أن يعني إذا كانوا في الجنوب مثلا من البصرة إلى بابل أعداد الذين قتلوا من الأمريكان والبريطانيين 100، في المناطق الأخرى 2000 أو 3000 أو كذا، النسبة كبيرة. هل هذا يعود إلى الحاضنة؟ يعود إلى ماذا؟ إذا كانت القوات الأمريكية غير متمركزة في تلك المناطق لماذا؟ يعني لأنها مستسلمة، لأنها أقل أهمية، ماذا؟
حقيقة يعني لا أعرف كيف تم توزيع المناطق والقواعد الأمريكية، ولكن هم توزعت البريطانية في الجنوب، بعدين جت قوات بولونية ويابانية كلها في مناطق الجنوب، ولكن من تقريبا جرف الصخر، ما أعرف ربما هم على أساس طائف يوزعوها صعودا، هذه قواعد أمريكية، ويعني معروف أنه بدأوا منذ اليوم الأول يمارسون ممارسات سيئة وبشعة. هو هذا السؤال يعني اللي وصل إليه، يعني هل من حقي أن أسأل أن المقاومة، وأقول أن المقاومة كانت سنية ما كانت شيعية، هل المقاومة كانت كردية ما كانت عربية، المقاومة كانت كذا، هل هذا شكلها؟ هم بعد ذلك يتحدثون أن المقاومة سنية، لذلك المناطق السنية كلها تحت الخط الأحمر ويجب أن تضرب ويجب أن، هل هذا هو التفصيل الدقيق والصحيح؟ هو واحد عندما تريد أن يعني تعمل شرخ في شيء اسمه وطني قسمة، انطي صفة يعني هوية ثانوية، نعم، ليست هوية أكيد رئيسية. للأسف الفصائل المقاومة، أنا كتبت أكثر من مرة يعني طلبت أن يعملون دراسات على عمله. ليش؟ لأنه يعني أنا عندي معلومات أنه في الكثير من الفصائل سنة وشيعة، وهناك مسيحيين وأكراد أيضا. يعني في معركة التيار الصدري في عام 2004 ضد الأمريكان، كانوا أكراد لا يعرفون العربية يقاتلون معهم في مدينة الصدر، نعم، ومثل ما راح مقاتلين مقاومين من الفلوجة إلى مدينة النجف في صيف 2004 يقاتلون مع أيضا تيار الصدري، كان أكراد من أنصار السنة يقاتلون معهم. هذا لم يتم التركيز عليه، على العكس يوميا يكررون المثلث السني مقاومة سنية. لماذا؟ يريدون ربط هذا بأن المقاومين يريدون عودة نظام حزب البعث على اعتبار أنه سني، وحزب البعث لا سني ولا شيء، الكل يعرفه. يعني هذا حتى يقللون حماس طائفة معينة أن لا تقاوم الأمريكان، والنتيجة وين تذهب؟ تذهب إلى رموزهم السياسية. هل نجحوا في ذلك؟ نعم، هل نجحوا في ذلك؟ يعني إحنا إذا ردنا نوصل إلى خلاصة، هل فشل المشروع الأمريكي في العراق ومن أفشله؟ المشروع الأمريكي في العراق فشل، وفشلت المقاومة، من شارك بها شرف له، من هذه الطائفة، من هذا الدين، من هذا المذهب. يعني هذا الذي أستطيع قوله. أريد أن أسأل، يعني ما دمنا يعني تباحث في هذا الشأن يعني تتقصى الدقة حقيقة، وهذا في شيء جميل ويسرني جدا في الحديث عنه. المقاومة انطلق، يعني حدثتني عن المقاومين بلا تنظيمات، بدأت المقاومة أسرع مقاومة لكن يبدو لي بلا تنظيمات، أم هل كانت التنظيمات موجودة وعدت قبل ذلك والمقاومين انخرطوا فيها، أم أنها بلا تنظيمات وفيما بعد تكونت التنظيمات؟ هل هذا يعني حدث أيضا بالعكس، يعني المقاومة تبدأ بالسياسة وبعد ذلك لديها جناح عسكري مثل ما تحدثنا، لكن أن تبدأ المقاومة حتى بدون التنظيمات وبعد ذلك تؤسس التنظيمات، هل هذا ما حصل فعلا؟ يعني أنا أقرأ مثلا حتى في بدايات انطلاق المقاومة أقرأ أنه أو أسمع أخبار أنه 3 من المزارعين في قضاء ما أعرف منه تصدوا للأمريكان ومدري، وليس لهم تنظيمات وحملوا سلاح واعتقلوا الكثير منهم. حضرتك ذاكر كثير من الأمثلة هذه في كتابك. تنظيمات متى شكلت هذه؟ كيف انخرط فيها الناس؟ لماذا لم تكن التنظيمات جاهزة وهو احتلال واضح؟ نعم، حقيقة إذا ترجع للمقاومة الجزائرية، يعني هي تجربة قريبة علينا، في 11 من صدر البيان الأول، جيش التحرير الجزائري، 1954 1 نوفمبر، صدر بيه الإعلان عن 5 هجمات في الجزائر العاصمة، وفي هذا البيان يقول يعني جهزنا أنفسنا لانطلاق المقاومة، ويعني سنظهر إلى العالم
بقوتنا ونصل إلى التفاوض. نعم. ماكو مقاومة في العالم هدفها القتل فقط، لا، هي وسيلة لتحقيق ما تخطط إلى. يعني ليس لدي جواب قاطع هل كانت معدل المقاومة أم ليس هناك إعداد عفوي مثل ما تفضل حضرتك، ولكن لو كانت هناك إعداد مسبق وحصلت عمليات قتل مبكر للأمريكان وهجمات لظهرت فورا الذي يعد عسكر، يعد مكتب إعلام ومكتب سياسي، أصح؟ نعم. كان ظهرت بيانات تؤكد هذه العمليات، تنسبها لهذه الفصيلة أو ذا. نعم. ولكن لم تظهر بيانات إلا بعد أشهر لبعض الفصائل، ثم ازدادت الفصائل بعد ذلك أصبحت جبهات. ولكن المؤكد منه أنه ما تفضلت بحضرتك دقيق، أنه كثير من العراقيين قاتلوا بدافع شخصي. يعني أنا استقصيت قالوا فلان كان جندي رامي هو مال هاون، من صار الانسحاب وصار مال الأسلحة، يعني بعضهم هو سيارته بها هاونات، كان انسحب هو سيارته ضمها بالبستان مزارع، قام يشوف دبابات أمريكية ومعسكرات من قهر قام يقصف وحده، ابنه صار وياه وأخوه. بس هذا أيضا أستاذ وليد، يعني خليني أمام تساؤلات كبيرة جدا في هذا الموضوع. يعني عندما الصدمة والتروية، جزء من الصدمة والتروية، يعني أنه أمريكا هي متفردة وجيش، يعني جيش عرمرم لا يقهر وبمعدات وتجهيزات غريبة عجيبة لم نشاهدها من قبل، يعني فقط بأفلام الفضاء ربما شاهدنا حاملة جنود، أنا شاهدتها وأنت حضرتك كنا شاهدناها، يعني طوابق ترفع رأسك إلى الفوق يلا تشوف وين هاي حاملة الجنود هذه، شلون يصعدوا لها، شكلها مرعب، طائرات مرعبة، أسلحة مرعبة، تجهيزات، هو الملابس اللي لابسها الجندي الأمريكي مرعبة، بنظاراته بشكله، هم يعني صمموا بهذا الشكل في هوليود ما أعرف وين، في استوديوهات صمموا بهذا الشكل، وكانت الأحاديث تجري عن الدبابة التي تضربها بالار بي جي، تضربها بالقذيفة، القذيفة تنحرف عنها لا تصيبها، دباباتهم لا تقهر، جيشهم لا يقهر، معداتها هذا ويا قمر صناعي، ويجي مزارع بسيط يواجه هذا ويقتله ويكسر كل هذه العنجهية. يعني لا تجدها غريبة هذه؟ شيء خارج، يعني ربما خارج الخيال، غير منطقي، شلون تصفه؟ يعني هو تصور حضرتك وتصوري، ولكن أيضا تصور كثير من المفكرين في العالم كان. يعني كيف نقيس هذا؟ نقيسه في على الأقل بعد 2006 وتصاعدت، الآن لا يوجد حديث لمفكرين استراتيجيين في العالم أمريكا وغيرها إلا ويذكرون هاي القضية، أنه أمريكا هاي الدولة العملاقة كيف انهزمت في العراق. يعني هو يعني ليس أحاديث بدون أدلة. يعني نحن عندما نتحدث حضرتك تقول نعم كانوا يقولون الدبابة كل شيء ما يصير بها، أي سلاح ما يأثر به، ولكن فتكوا بهم الشباب فتك بالجيش الأمريكي. نعم. وهذا الفتك يعني فجأة انتقل بعد أشهر أنه الجندي الأمريكي مرعوب حقيقة. يعني وبالمناسبة يعني هذا التصور عن هاي القوة العملاقة، من قاموا شباب يضربون دبابة ويفجروها، هاي شجعت عشرات يروحوا يضربون دبابات أخرى. يعني هذا التعبئة المسبقة بأن هذا الجيش لا يهزم نهائيا، وتبين لا والله شاب عمره 16-17 سنة بأسبوع فجر له 3 دبابات، هذا واحد من العوامل شجعت كثيرين أنه يلتحقوا من المقاومة. لأنه هذا محتل، يعني مستحيل يعني إنسان في أي بلد هو صافي ووطني ومخلص لنفسه ممكن أن يتعاطف مع محتل إلا يكون ضده، ولكن البعض يصمت، البعض يخمد مبادئه لظروف الخوف غيرها. أما أنت من تشوف عدوك لا والله واهن، هذا شجع كثيرا، هذا أحد العوامل، وهو على أرض الواقع. يعني في وقت مبكر
صدم البنتاغون من اكتشفوا انه طائره مسيره ما يصلها اي سلاح تسقط. واسقطوا الكثير من الطائرات المسيره. كيف اسقطوها؟ يعني ليس بسلاح اسلحه ناريه، اسقطوها بعقول دخلوا على الكمبيوترات مالتها. هاي واحده مثلا. اذا اكو عقول تشتغل، القضيه ليس فقط قوه باليد. وهناك قصص كثيرة، يعني اسقاط طائرات مقاتلة وغيرها، وتعرف حضرتك تشينوك وما تشينوك اسقطوها المقاومة. نعود انه القضية الإيجابية والسلبية. نعم. انه المقاومة بدأت مسلحة بدون واجهة سياسية. نعم. وهذه طبعا خلقت نوع من عدم وجود رمزية. يعني المقاومة الفلسطينية عندهم ياسر عرفات وقياداتهم في بداية، لأنه انطلقت عمل سياسي ثم دربوا شباب على العسكر. المقاومة الجزائرية أحمد بن بلة، هوشي منه في فيتنام، ديغول في فرنسا. في العراق يعني تجد في السنوات الأولى هناك من يتحدث ويدافع عن المقاومة، لكن ليس هناك قيادات مقاومة. إذن نحن يعني تقصد قيادات سياسية؟ قيادات سياسية طبعا. هناك قيادات ميدانية، بس القيادات الميدانية العسكرية لا تظهر. يعني قائد هذا القاطع وذي المنطقة وهكذا. حقيقة يعني هذه كان بها أيضا سلبيات السنوات اللاحقة، لأنه العسكر مو دائما دقيق في السياسة، وحصلت بعض الانزلاقات. للعسكر ممكن أن يقاتل بشجاعة وبخطط، ولكن ممكن أن يرسم إلى طريق سياسي مو دقيق ويذهب به. أستاذ وليد، ربما يعني هذا نتركه إلى حلقة، لأنه يعني الحديث عنه حديث دقيق ويحتاج إلى كجزء من تاريخ المقاومة العراقية. أنا أشكرك شكرا جزيلا، أتعبتك معي في هذه الحلقة. نلتقيك إن شاء الله في حلقات أخرى نستكمل هذا الحديث. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى لنستكمل هذا الحديث عن واقع العراق تحت الاحتلال منذ عام 2003 لحد الآن، والأرقام الصعبة فيه، وأهمها رقم المقاومة العراقي الباسلة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.